المشارك الثاني هو الأسترالي كريستوفر ريمكيس، هو من مواليد الفلبين وانتقل إلى أستراليا وهو صغير السن، الآن هو يلعب لأستراليا ويدافع عن العلم الأسترالي. نصر، ما حظوظ هذا الاسم في هذا النهائي؟ بالنسبة حق اللاعب الأسترالي، مثل ما قلنا حصل في النسخة اللي قبل النسخة الحالية في قطر على المركز الأول، لذلك أتوقع من المنافسين لهذه البطولة. سوى هانسبرينج دبل فونت مع هاب تويست المسمى بدراجلسكو. طبعا هذه الحركة تعتبر أول من سواها دراجلسكو، ومن بعدها صار كثير لاعبين يسوونها. أن هذه إعادة للمحاولة الأولى لكريستوفر ريمكيس من أستراليا، وهو الذي أنهى التصفيات في المرتبة الثالثة. طبعا في أخطاء بسيطة مثل فتح الرجلين، الدخول مع ثني الركبة تعتبر من الأخطاء الصغيرة إلى المتوسطة. يعني هي تقليد، ليست أصلية، ليست كما يقوم بها دراجوليسكو. لا طبعا دراجلسكو هو أول من أدى هذه الحركة، فبالطبع الحركة بتكون بالنسبة له سهلة، وبالنسبة حق باقي اللاعبين تقليد في الماضي. حصل لاعب على درجة 14.866. كذلك استعد إلى تأدية القفزة الثانية. سكارا دبل بايك، ولكن مثل ما شفنا في سقوط، السقوط راح يكلف الحصول على الميدالية، خصوصا ان التنافس اللي قاعد يصير في القفز تنافس جدا قوي، لذلك ممكن ان يخسر الميدالية ويخسر التتويج في المنصة. إذن هذه كانت المحاولة الثانية للأسترالي كريستوفر ريمكيس. لاحظنا نهاية هذه المحاولة، النزول لم يكن صحيحا، هذا الخطأ في الجمباز يعد قاتلا ومؤثرا بنسبة كبيرة في المعدل الذي سيتحصل عليه هذا الاسم القادم من أستراليا. إذن ريمكيس 14.233. بالضبط حصل على نتيجة